البنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم راكم في المطبخ ديالي لاني راح نعمل لكم فلوغ اخر لحظه. قلت نعمل لكم فلوغ بما انكم طلبتوا مني بزاف بزاف هادو الفيديوهات وقلتوا لي مي تخرجي برا تعملينا فلوغات في المحلات واش فيهم واش ما فيهمش والمشتريات، لانه الصراحه في القناه ديالي ما عملاش بزاف بزاف من هذا النوع، لانه نقول ممكن في انتقادات ممكن يقول لكم يورونا السنشرا وهذه، بالرغم من انه الصراحه حنا نحبوا باش نتوما تستافدوا تشوفوا الاشياء تعرفوا البرايس اثمنه الى مليحه، نقول لكم مليحه ماشي مليحه ماشي مليحه باش نتوما تتفادوا هذاك الشيء يعني لا اكثر ولا اقل، بلا ما نزخوا عليكم. هذا مكان للتوضيح فقط. راني مش نخرج هنا برك في الحومه كما حنا نقولوا ابي، محلات قدامي كاين كامل المحلات وما شاء الله يبيعوا اشياء مليحه وروعه. قلت نخرج بما انه راني ماشي نشري الصوالح تاع الدار خفاف، لكنكم عارفين حنا نسا تكون عندنا لا ليست هكذا ومن نخرجوا لا ليست تولي هكذا. راكم عارفين بلا ما ندخل في التفاصيل. قبل ما نخرجوا راني نحضر في بيتزا والعجينه كنت حضرتها ما راحش تشاركوني ما راحش نشارككم معايا، لانه الوصفه اصلا راها موجوده في القناه تاع لاباط وهي اللي نلمها بالحليب ان شاء الله. راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف باش تدخلوا وتشوفوا لاباط كيفاش حضرتها. اما بالنسبه للمكونات عادي يعني لافاكس ديالها صوص طوماط شامبينيون الزيتون الكفته والفرماج موزاريلا ضروري في البيتزا والحار الى محبي الحار، ونزيد من الفوق شويه زعتره وشويه القزبره المجففه هذا كاختيار بيان سور. ودوك نمشي نطيب البيتزا ديالي ونفطر انا بنيتي ونسهلوا ان شاء الله وتكونوا معايا كذلك ان شاء الله في هذا الفيديو. دخلت خبزه وحده للكوشه للفرن وزوج واحد اخرين نوجدهم كما راكم تشوفوا وجدتهم كامل ونغطيهم وندخلهم للثلاجه ونخليهم حتى العشيه مين نجي عند شما دخلت يكون عندي يعني يكونوا واجدين نرفدهم برك وندخلهم للكوشه نتعشاو بهم. بالنسبه للجبن انا ما نديرش حتى يطيب لي من تحت نصف طياب ومن بعد نزيد لها الجبن وندخلها تمتم وتخرج، يعني ان شاء الله نخلي لكم رابط الفيديو باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل لانها بيتزا روعه 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 ما لازمش تراطيوها هذه هي.
اول محل بديت به كما راكم تشوفوه هو تيجي ماكس اللي تابع المارشا واللي نحكي لكم عليه بزاف، اللي يبيع ماركات وباقل ثمن، لكن المحل كما راكم تشوفوه كلش مرون. هادو هما المحلات تاع مارشا وتيجي ماكس لانه عندهم الغاشي بزاف بزاف بزاف، خصوصا الحين راهم في السولد، لكن هما على العام هكذا لانهم يبيعوا ملابس ماركات وباقل ثمن، سواء تاع المطبخ يعني كل شيء كل شيء يجيبوا باقل ثمن على بها. كما راكم تشوفوا هذه هي حاله تيجي ماكس ومارشال، بالرغم انه اليوم تيجي ماكس يعني كان شويه فارغ لاني رحت شويه متاخره، لانه الاشياء اللي يجيبوها تقريبا تخلص لهم بالخف يعني، لانهم بصفه عامه محلات معروفه هذه هي. المهم كما راكم تشوفوا نضربوا دوره مع بعضياتنا البعض وتشوفوا واش كاين واش ما كانش.
هنايا مشيت للجهه تاع السوايع، يعني الهدف ديالي اللي جيت على خاطو الحمد لله، والحمد لله لقيته، وان شاء الله راح من بعد تشوفوا الساعه اللي لقيتها ما راهاش هنا بيان سور لاني كنت لفتها. ان شاء الله راح تكون في الجزء الثاني بهكذا باش الفيديو ما يجيش طويل. من بعد الوجهة الثانية ديالي كانت في محل أولد نيفي اللي راني نشري من عندهم بزاف بزاف مؤخرا، لأنه راه عندهم تخفيضات تاع الهبال. يعني اللي مقيمين في أمريكا نقول لكم بروفيتي وبروفيتي الماكسيموم كما لا بروفيتيت، وإن شاء الله كذلك راح نوري لكم المشتريات اللي شريتهم من هذا المحل في الجزء الثاني تاع الفيديو. وما صورت لكمش بزاف لأنه صراحة نحشم نلفت هكذا كاميرا ونبدا نصور في المحلات. المهم راكم معايا وتشوفوا واش كاين واش ما كانش.